نعم بالفعل، على غرار العملية العسكرية قبل يومين في مخيم جنين ومحيط المدينة وتدمير واسع وكبير للبنى التحتية، تعرض مخيم نور شمس شرقي مدينة الكرم لعملية مماثلة بتدمير واسع وكبير، طال معظم الطرقات والشوارع والبنى التحتية واستكمال ما لم يدمره جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحامات السابقة 11 اقتحاما منذ 7 أكتوبر. هذه صور من حارة المدارس تحديدا في محيط حارة الدمج بمخيم نور شمس. الاحتلال الإسرائيلي كل شيء في ظل هذه الأجواء المطرية والأجواء يعني الباردة حقيقة والتساقطات التي تزيد الطين بلة في هذا المشهد الميداني. كافة الطرق مغلقة محفرة بفعل طبعا جرافات الاحتلال الإسرائيلي، 4 جرافات شاركت برفقة عشرات الآليات والعربات العسكرية بإحداث تدمير كبير وواسع النطاق هنا في المنطقة، أدى إلى يعني تدمير كل شيء حقيقة. المركبات جزء من المنازل، نقف الآن أمام ساحة منزل كان من المفترض أن يحجب الرؤية باب هذا المنزل وجدران هذا المنزل، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتدميره في هذه النقطة. وعلى الجهة المقابلة تحديدا على الأطراف الشمالية من المخيم أغلق طريق تل كرم عنبتة باتجاه مدن شمال الضفة الغربية لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتدميره بشكل كامل. اندلعت اشتباكات مسلحة وسلسلة انفجارات سمعت ناتجة عن عبوات ناسفة، تقول كتيبة تل كرم مخيم نور شمس سرايا القدس أنها تمكنت من إيقاع قوة عسكرية إسرائيلية في عدة كمائن واستهداف الآليات بعبوات ناسفة خلال عملية الاقتحام بالتزامن مع العملية العسكرية التي انتهت عند الساعة 6:30 من صباح هذا اليوم. اقتحم جيش الاحتلال بلدة سيلة الحارثية إلى الغرب من مدينة جنين ورصدت بعض حالات الاعتقال، فيما أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال لاحقا نقل إلى مستشفى ابن سينا بمدينة جنين لتلقي العلاج. عمليات مكثفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات الاقتحامات للمدن ومراكز المدن وكذلك أيضا المخيمات بهدف الضغط على الأذرع العسكرية وعلى الحاضنة الشعبية من قبل المواطنين الفلسطينيين. لربما في عجالة ينضم إلينا أحد المواطنين في هذه اللحظات ليخبرنا عن تفاصيل ما الذي حدث هذه الليلة فعليا. شو اللي صار عندكم هون؟ اللي صار أنه أجوا الليلة الجرافات العسكرية الإسرائيلية مع جبات طبعا فاتت على المخيم كل عادة وبلشوا يحفروا في هالمخيم في هالشوارع البنية التحتية، هدموا المنازل هدموا الصوار، طلع يعني الشارع عندك المي المياه الكهرباء ما خلوش شيء. اجوا عندي على البيت هنا هد البيت كليته فات على البيت عندي هنا لحد هنا ومنقدرش نقول يعني حسبنا الله ونعم الوكيل والله يعوض على كل الناس عوض خير. مش عارفين شو اللي بيصير، فيش حدا واقف معنا، فيش حدا مطلع علينا، يعني لو ما يعني البلديه طول كرم وخدمات مخيم نور شمس يعني واقفين في هذا الدور معنا وبيساووا في عنا، ولا كان الوضع صعب جدا جدا. من الصبح هم يشتغلوا ويزيلوا في الركام وفي الانقاض كليتها في مخيم نور شمس، لا نعرف ما الذي يحدث والحمد لله على كل شيء وشكرا لكم. شكرا جزيلا لك. هذا محيط حارة الدمج وهذه المناطق التي تعرضت لعملية تدمير بفعل الاقتحام الإسرائيلي، دمار كبير حقيقة يمكن وصفه في هذه المناطق التي اقتحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء. تشاهدون ولربما ترصدون هذا جزء من حارة الدمج في المخيم الذي تعرض لعمليات تدمير واسعة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الطريق الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تجمع لمدارس وكالة الأونروا والأمم المتحدة في المخيم، هي الأخرى تعرضت لعملية هدم في الجدران الخارجية. يمكن القول بأن مخيم نور شمس عاد للعصر الحجري، لا طرقات لا شبكات للمياه ولا خطوط للتيار الكهربائي ولا خطوط للصرف الصحي. هذا هو المشهد الميداني هنا في مخيم نور شمس عقب استمرارية عمليات الاقتحام التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شمال الضفة الغربية.